مساء الخير، اهلا بيكم في حلقه جديده معانا من طعم ولون. النهارده برضو احنا مكملين في حلقات السحور بتاعتنا، وهعمل لكم النهارده فول بالحمص، وهعمل لكم كمان مهلبيه بالشوكولاته والشربات. تعالوا الاول نبتدي بالفول ونشوف مقاديرنا ايه. اول حاجه انا عندي طبعا علبتين فول، عندي بصل مفروم، بصلايه تقريبا كبيره مفرومه، عندي معلقه كبيره زيت زيتون، عصير ليمون، علبه حمص مسلوق، ملح وفلفل، كمون، ومعلقه كبيره طحينه. طيب الفول ده هنعمله بطريقه لذيذه قوي، هنعمل الفول بطريقتنا العاديه جدا، وبعدين هنزود على وشه في الاخر الحمص، بس الحمص نفسه هنسويه او هنحطه على النار، او سوري مش هنحطه على النار، هنقلبه مع شويه طحينه، هنعمله سلطه حمص مع شويه طحينه وزيت زيتون وتوم وكده. طيب تعالوا اول حاجه نبتدي بيها نحط الفول. هحط معلقه كده زيت زيتون على النار، معلقه كبيره كده، وبعدين هنزل اول حاجه البصل المفروم، يا دوبك بس يسخن شويه على النار قبل ما انزل عليه الفول. اديله تقريبا، نزله ملح وفلفل، نزل الملح الاول على طول علشان يطلع الميه اللي في البصل كلها ويستوي معانا بسرعه. البصل بتاعي تقريبا ابتدى يخش في السوا، انا عايزاه يطرى بس مش اكتر، يعني انا مش عايزاه يغمق عشان انا عايزاه ما يعضش مع الفول، بس يبقى مش تقيل برده مع الفول. هنزل دلوقتي الفول عليه، زي ما قلت لكم قبل كده الفول كل ما تسووه على نار هاديه وقت اطول كل ما طعمه بيبقى احلى وبيستوي اكتر. زودت له شوية مية صغيرين، وهسيبه على النار بقى يستوي ويطرى خالص. هو مستوي يعني بس هيطرى أكتر. هزود له بقى دلوقتي معلقة كبيرة كمون، هزود له ليمون بس في الاخر، عشان مش عايزه الليمون يمرر الفول، نحطه في الاخر خالص. خلينا نسيبه على النار. تعالوا نجهز مع بعض الحمص. نجيب حاجه غويطه شويه هنزل فيها الحمص، معلقة كبيرة طحينة، بقية عصير الليمون، بقية الكمون كمان، ومعلقة ثوم، ملح وفلفل، هحط له كمان معلقه كبيره زيت زيتون، تعالوا نضرب بقى الحمص ده مع بعضه. كده جاهز، والفول كمان بتاعي خلاص جاهز. تعالوا بقى نغرفه الاول، نزله في طبق التقديم مع بعض. نقلبه بس شوية، و
وبعدين هنزل بقى على وشه الحمص اللي احنا عملناه مع بعض. عايزه بس احط على وش شويه زعتر، ممكن نحط اي يعني خضره تحبوها. وبعدين اخر حاجه احطها على وشه معلقه زيت زيتون. فول سهل وسريع ومختلف شويه عن برضو الفول التقليدي بتاعنا. بالهنا والشفا. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نعمل مع بعض المهلبية. خليكم معانا. ورجعنا لكم من الفاصل، ودلوقتي عايزه اعمل معاكم نوع مهلبيه لذيذ جدا جدا ومختلف برده، وهيبقى حلو قوي قوي على سفره رمضان. هعمل لكم مهلبيه اللي بالشوكولاته وبالشربات. تعالوا نشوف مقاديرنا نبتدي فيها على طول. اول حاجه انا عندي تلت كوبايه شوكولاته مبشوره، ست معالق كبار نشا، كوبايتين لبن، تلات ارباع كوبايه ميه، ربع معلقه صغيره ملح، معلقتين كبار سكر. عندي للشربات خمس معالق كبار سكر، ربع كوباية مية، معلقة صغيرة بشر برتقان، ورقة لورا، نص معلقة كبيرة فانيليا. الوش المهلبية عندي جوز هند مبشور وورد مجفف. طيب تعالوا أول حاجة نبتدي بيها هي الشربات عشان هو بياخد وقت. هنزل السكر على النار أول حاجة بتاع الشربات وهقلبه، مش عايزة أسيبه على النار من غير ما أقلبه الأول عشان مش عايزاه يلزق او السكر يتحرق. هنزل معايا الميه على طول، هعدلهم تقليبه واسيبه يتقل شويه شويه قبل ما انزله في الاخر بشر برتقان اللي هيربطه، واللورة هتديله طعم حلو قوي. خلينا نسيبه على النار كده وتعالوا نعمل المهلبية مع بعض. هنزل أول حاجة اللبن، طاسة سخنة على سخنة، وهنزل معاها السكر وسيبهم يدوبوا مع بعض الأول تماما لمدة تقريبا 10 دقايق قبل ما ابتدي انزل بقية المقادير. هحط معاهم الملح والسكر، الملح والفانيليا انا اسفه، وهستنى زي ما قلت لكم يغلي شويه الاول والسكر كله يدوب. هنجيب بقى الشوكولاته بتاعتنا المبشوره وهننزلها دلوقتي على اللبن بعد ما السكر كله داب ونقلبها كويس. واول ما الشوكولاته تدوب هنبتدي بقى ننزل بعد كده النشا بتاعنا. على ما الشوكولاته تدوب هنزل بشره برتقان على الشربات. مش عايزه انزل نفس المعلقه. وهنزل كمان 2 لورا. اتاكدوا بس ان الشوكولاته بتاعتكم ما بتلزقش في الحله من تحت او في الطاسه علشان الشوكولاته ما تلزقش تحت وتتحرق. اول ما تدوب هننزل عليها على طول النشا. تعالوا بس هننزل طبعا النشا في بقيه كميه اللبن اللي كانت عندي. نقلبه وهنزله فوق المهلبيه.
اللي بالنشا. هديله بقى تقليبة حلوة، وأول ما يبتدي يتقل هشيله من على النار. هو على طول أول ما نزلت النشا ابتدى يتقل. طبعا ريحة الشوكولاتة مش قادرة أقول لكم حلوة إزاي، وهتبقى طعمها حلو قوي مع بشر البرتقال. البرتقال من الحاجات اللي بتبقى حلوة قوي مع الشوكولاتة. المهلبية بتاعتي كده خلاص جاهزة، هروح بقى نشيلها من على النار. وهجيب كوباية التقديم. طبعا عشان وقت البرنامج انا كنت عامله في التلاجة هطلعها، بس تعالوا نغرف دول مع بعض. هنزل المهلبية، خليني اجيب معلقة. الشراب بتاعنا لازم يبرد طبعا، فانا هشيله من على النار واسيبه يبرد قبل ما انزله على المهلبيه اللي هنطلعها من التلاجه. لسه سخنه، كل ما هتبرد طبعا كل ما هتتقل اكتر كده. تمام، نضف بس الطبق شوية. وهدخلهم التلاجة زي ما قلتلكوا، وتعالوا نجيب اللي أنا كنت عاملاهم من الأول. المهلبية بتاعتي اللي جاهزة، عايزه طبعا انزل على وشها اول حاجه الشربات. هنزل الشربات فوقيها. ريحة البشر البرتقال بجد واللورة باينة قوي قوي في الشربات بتاعنا. وبعدين هنزل على وشها جوز الهند المبشور. والورد المجفف. وبكده المهلبية بتاعتنا تكون جاهزة. تعالوا بس ننزلها في طبق تقديم. طبعا لو عاملين كمية أكبر تقدروا تشيلوها في التلاجة وتبقوا تحطوا الزينة بتاعتها لما وقت الأكل. هنشيلها من غير الشربات ومن غير جوز الهند والورد وكده، وبعد كده نحطهم لما نيجي نقدمها.
طيب عملت لكم النهارده المهلبيه اللي بالشوكولاته والشربات، وعملت لكم قبليها طبعا الفول اللي بالحمص. عايزاكم تجربوهم هما الاثنين وتقولوا لي رايكم فيهم ايه، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من تعاملون.